أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. نبدأ مع حالة التخبط في تشكيل الحكومة الجديدة ومع موعد جلسة تمرير حكومة محمد الشيع السوداني والتصويت على الكابينة الوزارية، إذ أرسل رئيس الوزراء المكلف طلبا جديدا إلى مجلس النواب لغرض تحديد موعد جلسة تمرير كابينته الوزارية، وهي نسخة معدلة لنسخته الأولى التي تضمنت مخالفات دستورية بحسب كتاب صادر من مكتب نائب رئيس البرلمان، وتضمنت النسخة الثانية من كتاب طلب تحديد الجلسة أسماء كابينته الوزارية وسيارهم الذاتية بعد أن كان الكتاب الأول خاليا منها، فيما تم التعديل على النسخة الثانية أيضا بطلب موعد تحديد الجلسة من قبل البرلمان وليس من قبل السوداني، ولم يحدد السوداني بنفسه الموعد كما فعل في الكتاب الأول والذي طالب بأن يكون يوم غد الخميس هو موعد تصويت على الحكومة بتاريخ 25 من تشرين الأول، أي بنفس تاريخ الكتاب الأول الذي تضمن مخالفات دستورية، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن سبب قيام نائب رئيس البرلمان بنشر كتاب رفض موعد تحديد الجلسة وسرد مخالفات السوداني الدستورية بدلا من اعتماد النسخة الثانية المعدلة التي همش عليها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالموافقة على اعتماد الخميس موعدا للجلسة، في وقت وصف نواب مقربون من الإطار بأن نشر كتاب نائب رئيس مجلس النواب بالتصرف الصبياني في دليل آخر على استمرار الصراع بين أطراف العملية السياسية عشية التصويت على تمرير حكومة السوداني المرفوضة شعبيا. دعونا نعرض سويا الكتب الرسمية قبل قراءة تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع. هذا الكتاب الأول الصادر من رئيس مجلس الوزراء المكلف والذي جاء فيه سيارة رئيس مجلس النواب المحترم الموضوع تحديد موعد جلسة البرلمان، وجاء فيه بأنه استنادا إلى أحكام البند 4 من المادة 76 من الدستور ووفقا للمرسوم الجمهوري رقم 34 الصادر بتاريخ 13 من شهر تشرين الأول 22 والمتضمن تكليفنا بتشكيل مجلس الوزراء، نرسل إليكم المنهاج الوزاري لغرض عرضه أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين، راجين تحديد يوم الخميس الموافق 27 من هذا الشهر شهر أكتوبر 27/10/2022 موعدا لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية، وسنقوم لاحقا بإرسال أسماء الذوات المرشحين لعضوية مجلس النواب. بعد ذلك نتابع ما جاء في موضوع تشكيل الحكومة، هنا تحديد موعد جلسة وهو كتاب صادر من مجلس النواب مكتب نائب الرئيس إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، يأتي فيه بأن أولا بأن فورمة الكتاب آنفا لم يستوفي الشكلية التي نصت عليها المادة 4 ثانيا باء من الدستور والمادة 5 و7 من قانون اللغات الرسمية رقم 7 لسنة 2014، حيث كان الأولى استخدام اللغة الكردية الرسمية والدستورية بموازاة اللغة بدلا عن اللغة الإنجليزية. ثانيا جاء بأن طلب تحديد جلسة لمجلس النواب يجب أن يسبقه إحالتكم للمنهج أو للمنهاج الوزاري، ليتولى المجلس إحالته إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبي رئيس مجلس النواب لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه استنادا إلى أحكام المادة 43 ثانية من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018. ثالثا بأن تحديد موعد عقد الجلسات هو من اختصاص مجلس النواب استنادا للمادة 11 ثانيا لمجلس النواب، وقد تضمن كتابكم آنفا تحديد لموعد الجلسة
خلافا لذلك. نتابع ما جاء بعد ذلك. نعم، هنا الكتاب المعدل من رئيس مجلس الوزراء المكلف والموضوع التصويت على المرشحين لعضوية مجلس الوزراء والمنهاج الوزاري، والذي جاء فيه استنادا إلى أحكام البند 4 عمل المادة 76 من الدستور ووفقا للمرسوم الجمهوري رقم 34 الصادر بتاريخ 13 من شهر تشرين الأول المتضمن تكليفنا بتشكيل مجلس الوزراء. نود إعلامكم باستعدادنا لتقديم التشكيلة الوزارية راجين التفضل هنا بتحديد موعد جلسة نيابية لعرض أسماء المرشحين لعضوية مجلس النواب الوزراء والمنهاج الوزاري على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين لغرض التصويت على منح الثقة. كان الأول فيه تحديد للجلسة، أما هذا فتم تعديله بدون تحديد. بالنتيجة سوف تعقد يوم غد الجلسة للتصويت على كابينة محمد السوداني. دعونا نتابع تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الكتب والتي وصفوها بالتخبط. أحمد علي يقول شلون حكومة خدمات والوزارات انباعت بالمليون، حكومة نهب الدولة يسميها. أما حسين مالك فيقول أكو مثل يقول حاج ما يدري بحاج، حكومة تايهة لا راس ولا رجلين ولا تستطيع تحديد موعد لجلسة التصويت على الحكومة وتريد تحكم بلد. عطية حاضر الجبوري يقول فضحتونا والله عيب عليكم، اتفقوا من الرئيس ومن النائب، هذا يدل بأن الله يفضحكم لأن ما تفكرون بالوطن والشعب. الأستاذ عباس رحمن الدخاني يقول نائب رئيس البرلمان يرفض ورئيس البرلمان يقبل، يقول شنو الفيلم ما ينفهم. نعم، طبعا نستقبل اتصالاتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع وموضوع تشكيل الحكومة والأسماء التي أثيرت على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ليس كما وعد السوداني بأن تكون حكومة كفاءات بعيدة عن الأحزاب، ولكن كل الأسماء المطروحة هي تابعة للأحزاب، وهذه الأسماء تدل على استمرار مسلسل المحاصصة في تشكيل حكومة السوداني كسابقاتها. معنا اتصال ناصر من النجف، مرحبا بك أخي ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، أهلا بك. أهلا مرحبا. أهلا. يعني المفروض في البداية أن تكون هذه الكتب بعيدة عن وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي، لماذا يشهر كل طرف بطرف آخر؟ أعتقد دكتور عمر هذه القضية هي للمستوى يعني الذي وصل له الطبقة السياسية اللي موجودة في بغداد، بأن مصلحتها هي فوق مصلحة البلد. لذلك هذه التسريبات هي للتشويش ولخلق مشكلة، ومع ذلك ان هذه كما تفضلت انت وعرضتها انه هذا يعني الكتب التي ارسلت ليست كتب رسميه بالشكل الصحيح الى اخره، فهذا ايضا من جانب ثاني يعكس عدم اختصاص هؤلاء اللي موجودين في المنطقه الخضراء، يعني لا يفقهون ماذا يعملون، المهم امور شكليه لتمرير باي ثمن وباي شكل هذه الحكومه حتى يبداون بدوامة السرقة وبدوامة الفساد اللي تعلموا عليها من قبل 20 سنة. نعم، يعني ربما اطلعت أخي ناصر على الأسماء التي تم تداولها على وسائل الإعلام العراقية على منصات التواصل الاجتماعي. الأسماء ليست جديدة، كلها تابعة للأحزاب، كلها شغلت مناصب، منهم من شغل مناصب سابقة. المحاصصة مستمرة، هذا هو أخي، المحاصصة مستمرة لأن الدستور يضمن لهم هذا الشيء. يعني كل الكلام اللي يتكلمون في السودانية وغيره أنه حكومة كفاءات، هذا كله ضحك على الذقون،
وخصوصا ان المالكي يعني هو الذي اتى بالسوداني، فالمشكله التي حاصله بين العامري على وزاره النفط يعني هذه معروفه. لماذا هم؟ لانهم ليسوا اصلا اختصاصيين. المهم هي كيف يستطيعون ان يستغلوا هذه الوزاره التي تدر المليارات في صالحهم. فالامر الان هم في ايضا في 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 مشكله عويصه، لانهم يخشون ان ينسحب مثلا السوداني، فما هم يعني يقدمون خطوه ويرجعون خطوه. المشكله الاطار التنسيقي هو اللي مسيطر الان على المشهد. فهذا يعني ماذا نستطيع ان نتوقع من نتائج من هؤلاء؟ كلها يعني خيبه امل للشعب العراقي، لا نستطيع ان نتوقع منهم اي خير. نعم، شكرا لك اخي ناصر من النجف، كان معنا صباح من بغداد. صباح عرضنا يعني ثلاث كتب حول موعد جلسه تمرير الحكومه، ويعني هناك الامر واضح ب تسقيط وصف مقربون من الإطار التنسيقي، وصفوه بأنه أمر صبياني، بأن ينشر كتاب مرسل من محمد الشياع السوداني المكلف بتشكيل الحكومة إلى البرلمان لتحديد يوم غد جلسة للبرلمان، وبعد ذلك يرد عليه نائب رئيس البرلمان بأنه هذا مخالف للدستور. كيف ترى تشكيل حكومة السوداني وهناك يعني أنباء شبه مؤكدة حول الأسماء التي نشرت على منصات التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام، أسماء تابعة إلى الأحزاب، تابعة إلى زعامات الميليشيات، المحاصصة ما زالت مستمرة؟ السلام عليكم دكتور عمار. أين حكومة الكفاءات التي وعد بها محمد الشياع السوداني؟ أهلا بك أخي صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. طبعا تعودنا إحنا من 2004 ولحد الآن تشكيل أي حكومة هي حكومة محاصصة، لأن هذا الدستور اللي جابوه برايمر وربعهم مفصل إلهم في التفصال، وكأن قادة الكتل والأحزاب الحاكمة الفاسدة من 2004 ولحد الآن اللي يجمع على ظهور دبابات، اللي ولاء لأمريكا واللي ولاء لإيران، جاي يقسمون العراق وصدق مثل من قالهم كيكة ويتقاسموها. ما فكروا أن بينجاح أي حكومة لمتعاقبات، كلها فشلت بسبب هاي المحاصصة المقيتة اللي عايشين عليها. الوزير الزراعة لازم تابع الحزب في سبيل من يسرق، لازم الحزب يحميه، لأن هذا السرقة مو بس إله، لازم يضطر رئيس الحزب سواء كل الأحزاب الموجودة والكتل الموجودة قادة الكتل. وشوف العراق منهوب من 2003 ولحد الآن وما نجحموا بأي وزارة، لا الكهرباء لا الصناعة لا النفط، لا طوروا من الحكومات الموجودة والوزارات الموجودة الخدمية وغيرها، كل فشل في فشل. فهاي المحاصصة اللي بمباركة وموافقة المرجعيات، كل المرجعيات اللي لابسين عمايم واللي مسلطين على الكتل واللي صامتين ما لهم أي دور وما لهم أي فتوى تمنع هاي العصابات الحاكمة والكتل قادة الكتل بين يسحبون إيديهم من تشكيل الحكومة ويخلون حكومة يعني صدق حكومة مثلا يجي الشخص المناسب في المكان المناسب. هم لو جادين كانوا جابوا مستشارين لرئيس الوزراء ويختارون ناس أكفاء لخدمة هاي الوزارات. الوزير يجي صاحب خبرة، يعني دكتور زراعي يجي يخدم في وزارة الزراعة، يعني مو يجيبون جمع عناد وغيره يخدمون في مجال وزارة الدفاع أو الصحة، يجيبون أشخاص مختصاصهم، ما جابهم مهندس كهرباء متمرس في وزارة الكهرباء ومداوم في دوائر الدولة بالكهرباء في سبيل من يعرف تفاصيل شاملة عن إدارة الوزارة، لا يجيبون شخص بعيد عن كل البعد عن إدارة الوزارة في سبيل حتى يعرفونه راح يفشل ويسرقوا بكيفه. وإحنا نعرف أن هاي التشكيلة السوداني هو المالكي، وهاي تعتبر ولاية ثالثة للمالكي. مو تصورون والناس اللي تسمعنا أن السوداني هو شخص مستقل، لا هذا تابع الحزب الدعوة والإيد اليمنى إلى نور المالكي، يعني دولة القانون وحزب الدعوة الحاكم الأعلى.
العميل هو اللي جاي يشكل بالوزارات هاي. وهسه شوف الصراعات الموجودة بين عمار الحكيم وابو فدك والفياض وهذه العامري والمالكي على مناصب ما تهمهم مصلحة الوطن، وهاي الميزانية المعلقة في سبيل يطلقون الدرجات التعويضية او تباشر الوزارات والمحافظات الحكومات المحلية في ادارة المحافظات وادارة البلد. بالعكس معلقة وما يهمهم مصلحة احد، مثل ما سرقة مع 2014 الميزانية الان يعني راح يصير عندنا فائض، ماكو اي مشاريع تدار، ماكو اي بناء اي بنية تحتية، الاموال هاي وين تروح ما حد يعرف، تروح تصب مصلحة قادة الكتل والوزراء والدرجات العليا، والمواطن العراقي يعني ما له اي شيء بهاي الحكومة، لا خدمات ولا تحسين معيشة ولا اي شيء، ولا القضاء على البطالة ولا فكر باي شيء. حتى مشروع التغذية اللي يحكون به هو ملف فساد، المن راح يصير المقتدى الصدر اللي صامت عن كل ما يجري بالعراق، يعني سحب نفسه من البرلمان ويريد ياخذ وزارات، شلون يصير؟ شلون انت تنسحب من برلمان وانت مشارك بالحكومة؟ اذا انت لك هم جزء من الكعكة، وكلهم متفقين على سرقة البلد والفساد الموجود. شكرا يعني صباح ماكو واحد بغداد كان معنا. ننتقل إلى ملف آخر وهو متلازمة استخدام القوة من قبل القوات الحكومية في مواجهة التظاهرات السلمية والتعامل مع المواطنين من قبل هذه القوات في غير وجه حق كما يقول العراقيون، حيث تفاعل عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي مع مقطع مصور في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد يبين اعتداء القوات الحكومية على متظاهرين رفعوا لافتة ضد تكليف محمد الشياع السوداني بتشكيل الحكومة، وأثار هذا الأمر غضب العراقيين. اعتداء تلك القوات على متظاهرات أيضا دون مراعاة للقيم الإنسانية والأخلاقية للمجتمع العراقي بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل عام. دعونا نشاهد هذه الصور. نبقى مع متلازمة القوة لدى القوات الحكومية، وفي إطار هذه الانتهاكات تعرض المواطن حاتم فرحان شريف إلى اعتداء وضرب مبرح من قبل أحد منتسبي شرطة النفط في محطة وقود قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين، ووثق مقطع مصور بكاميرا مراقبة لحظة الهجوم على المواطن الذي تعرض لأذى كبير في رأسه، فنشاهد قبل استعراض آراء الجمهور العراقي. شنو عمر بده يضرب بيه ونفسه؟ ضرب عمر ضرب عمر شو؟ ايش هذا التهجم؟ هذا المواطن الذي تعرض للضرب من قبل إحدى القوات الحكومية عند محطة وقود في قضاء الدور. تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الصور، يقول عدي الملا علي، يقول حسب ما نشر سبب المشكلة داغ هورن، لو متجاوز علي كان سوى بي، شنو هذا الاستخفاف والتجاوز. أما حمزة الحيدري فيقول يستحق الفصل من الوظيفة، واجب مو الاعتداء على المواطن، واجب حماية المنشآت النفطية، بس الظاهر فاهم الموضوع غلط. سفيان غسان يقول أدري شرطي لو رئيس وزراء حتى هي شايل خشمة على العالم،
يعني الشرطي لازم يحترم نفسه غصبا عليه، هو واقف يحميني بفلوسنا براتب مو جاي متطوع. أما محمد الدوري فيقول الشرطي كل مرة يسوي مشكلة وما حد ينقله عنده ظهر قوي. نعم، معنا اتصال أبو علي من لندن، أرحب بك معنا أبو علي. عرضنا في الملف الأول حول الحديث عن تشكيل الحكومة يوم غد وتمريرها في مجلس النواب، والملف الثاني كان حول متلازمة استخدام القوة من قبل القوات الحكومية ضد المتظاهرين ضد المواطنين العراقيين. مرحبا بك، حياكم الله. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بك أبو علي. نعم تفضل. اليوم أنا سمعت من المضحك المبكي عطاء أهل الباطل يريدون وزارة التعليم، اعتقد نعم وزارة التعليم، ما اعرف ايش يريدون يعلمون الناس. يعلمون الناس على القتيل لو على البوق على النهيب، ها والله العظيم ميليشيات ارهابيه جاي تحكم العراق، واذا يطلع متظاهرين يقابلوهم بالقتيل نعم وبالعنف وبالاعتقالات وبالسجون وإلى متى ما نعرف إلى متى، يعني هاي مصيبة يعني. نعم نعم، يعني تفسير هذه الحالة، تفسير حالة استخدام القوة من قبل القوات الحكومية، بماذا تفسرها أبو علي؟ أخي العزيز. نعم. السلطة كلها بيديهم، السلاح بيديهم، المال بيديهم، العراق كله بيديهم. نعم، فطبعا ميليشيات جاي تحكم بأوامر إيران. عمي إيران ما تريد العراق، إيران تريد تنهي العراق. إيران تريد تنهي العراق، زين؟ فذولا جاي يطبقون أوامر إيران، جاي ينفذون أوامر إيران. نعم. فشي عن شو توقعون يعني؟ ذولا حكومة؟ ذولا حكومة منتخبة من قبل الشعب؟ لا عمي، ذولا منتخبين من قبل ميليشياتهم وعصاباتهم. فذولا يبقون يقتلون وينهبون ويعتقلون ويفجرون ويسرقون لحد ما كل الشعب يثور. نعم. كل الشعب يثور، وإلا يطلعون مجموعة يطلعون مظاهرات سنية ويرجعون. أخي هاي مكي، هاي مكي. إذا مو الشعب يثور مثل الشعب الإيراني الآن، 31 مدينة بإيران زين كلها صايرة. نعم. ما لهالشكل ما تبقى أخي، هذول يحكمونا مئات السنين وإحنا ظل يومية، وإنتوا حضرتكم يعني وهاي القناة بارك الله بكم، يومية تفتحون مواضيع ويومية وذول يتفرجون علينا وضحكون. الله وكيلك، هذول الميليشيات ماكو العصائب والكتائب والإجرام والحزب الدعوة والمجلس الأعلى وتيار الصدر كلهم يتفرجون، يقول لك ما مشكلة ذول يطلعون ساعتين ثلاثة ويرجعون. لو قام يسووها مناسبة ذكرى تشرين 15 تشرين، ذكرى 1 تشرين، سووها مناسبة الجماعة مثل مناسبة الأربعينية، قام يأخذون أكيد وما أكيد وتمنوا قيمة وطبخ وحتى قام يذبحون بعران. يا أخي يذبحون بعران وقبال القبر أقبال ساحة التحرير. والله العظيم أنا أقول للشعب العراقي إذا ما تقومون عمي ثورة عامة. يعني ثوار تشرين أبو علي لم يقوموا بذبح بعران كما تفضلت. نعم. لا لا لا، ما يقومون بذبح بعران. الجماعة تيار الصدري باقوا البعران ما أدري مين وسووها بذبح بعران. ثوار تشرين ما قابل. ثوار تشرين سووا أخي، سووها مناسبة ذكرى سنة الثالثة من ثورة تشرين. يعني قدموا مئات الشهداء وآلاف الجرحى. يعني شلون احنا بنسكت يعني شلون؟ يعني تحملوا الكثير أبو علي، خلينا نكون واقعيين. أخي العزيز، أخي العزيز، يعني يعني ثلة من 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 الشباب بوجه آلة عسكرية وآلة إعلامية وخونوهم وقتلوهم، شو يسوون بعد؟ أنا أوجه نداء للمعارضة خارج العراق، عم تسقم بيناتكم، تحسب بيناتكم وشكل حكومة إنقاذ، زين؟ شا
سفحوا حكومة منفى وخلي هاي الدول تدعمكم. يلا أنا جاي أقول لكم من الآن، أنت يا معارضين خارج العراق شكلوا حكومة بيناتكم عبي، وأهل العراق ثوار العراق يدعموكم. يلا لأنه ثوار العراق داخل العراق ما يقدرون يتكلمون أخي. نعم. يلا انت أشكرك. أشكرك أبو علي من لندن كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة وملفات عدة سوف نناقشها معكم، لكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا. تتابعونا في حلقة من فلسطين لهذا الأسبوع. ما طبيعة الاستيطان في أحياء القدس لا سيما في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح؟ كيف يختلف نمط الاستيطان في تلك الأحياء عن الاستيطان الكلاسيكي؟ ما تأثير ازدياد نفوذ الجمعيات الاستيطانية المالي والسياسي على نشاطها الاستيطاني؟ كما نتساءل في هذه الحلقة، ما طبيعة الدعوات التي أطلقها فلسطينيون بضرورة الانحياز إلى الأمة وتوحيد الجهود لنصرة الثورة السورية ضد المشروعين الصهيوني والإيراني؟ لماذا دعا النشطاء إلى رفع أعلام الثورة السورية على شرفات البيوت في بيت المقدس والمدن الفلسطينية؟ وفي زهرة المدائن، الاحتلال يحاصر عناتة ومخيم شعفاط. كما تتابعون في ذاكرة فلسطين، برك سليمان، عبقرية البناء وعبق التاريخ وأخطار الاحتلال. أهلا بكم من جديد، ونذهب إلى ملف تدهور الواقع الصحي في المستشفيات العراقية وسوء إدارة الملف الصحي بشكل عام، إذ استغرب مواطن عراقي من حال مستشفى العلوية للأطفال بعد أن اضطر لمراجعته برفقة طفلته التي عانت من تحسس بعد تناولها للطعمة. وعبر المواطن عن صدمته بالقول: هل المسؤول يجيب ابن هاي المستشفى اللي هي في بغداد والذي شبهه بالسجن؟ دعونا نشاهد هذه الصور. مستشفى يعالج أطفال بالعراق، هذا ببغداد بالعاصمة، بهالقدارة وبهالمستوى هذا بالنسبة لوزير الصحة، بالنسبة لرئيس الوزراء، بالنسبة لأي واحد. أنا يعني أول مرة طب لهاي المستشفى صراحة، والحمد لله يعني على فد سبب بسيط، حساسية عند بنتي وجبتها طفلة عمرها 3 سنوات تدخل ببلد المستشفى مال الأطفال هيك كمية التلوث، كلينكس ماكو، كمية القذارة، سجن سجن، الله شاهد سجن. والسجن أنظف يكون بعد الخروج طبعا. الجمال، شوف الجمال. طبعا هذا الموضوع الساعة 3:30 الفجر، طفلة صار عندها تحسس من مادة معينة من أكل معين، وجينا للمستشفى، هاي المستشفى الحلوة، على مود الطفلة تضرب أبرة. هذا مستشفى العلوية للأطفال. أنا عندي سؤال مستفز نوعا ما، هذا السؤال. لا بابا لا، هذا السؤال يقول يا جناب الوزير أو جناب المسؤول، تعالج ابنك بهاي المستشفى، احنا مضطرين لأن الطوارئ، موضوع طوارئ، فأنتوا تعالجون أطفالكم هنا، طابين، شايفين الوضع. يعني أنا هسه دعت شوية أطباء قلت لهم الله يساعدكم، أنتوا تداومون بهذا السجن زين، ومن أسوأ أنواع السجون، هذا ما يطلق عليه مستشفى نهائياً ولا يطابق أي مواصفات الصحة والسلامة والنظافة. نبقى مع الملف الصحي وإلى محافظة ذي قار وتحديداً في قضاء الشطرة، إذ استغرب مجموعة من المواطنين من طريقة نقل العلاج إلى مستشفى الشطرة العام في محافظة ذي قار والذي جرى بواسطة ستوتة بدلا من سيارة إسعاف مخصصة لذلك وفي درجات حرارة مناسبة للأدوية لمنع تلفها. دعونا نشاهد هذه الصور من ذي قار. حاليا أمام مستشفى الشطرة أكو علاجات تجي بستوته، أكو علاجات تجي بستوته، أكو علاجات تجي بستوته بالشمس، هاي العلاجات جاي يجيبونها بستوته بالشمس. وين مدير عام صحة ذي قار غير البراد؟ هاي العلاجات بستوته.
طبعا هناك في غضون ما شاهدناه نشر المواطن حيدر الذي يعمل طبيبا في ألمانيا نشر حول العراقيل التي وضعتها جهات حكومية أمامه بعد شرائه سيارة إسعاف ومحاولته التبرع بها إلى بلده العراق. يقول الطبيب حيدر: من خلال عملي وعلاقاتي بمنظمات الإسعاف والصليب الأحمر الألمانية اشتريت سيارة إسعاف بسعر مناسب كسيارة إسعاف بسعر مناسب كتبرع للعراق بمساعدة المنظمات المعنية بتطوير الدول الفقيرة. ويؤكد الطبيب حيدر بأن سيارة الإسعاف متطورة وبمواصفات عالية الجودة، وبعد عبورها من ألمانيا إلى تركيا برا مرورا بأكثر من دولة بدون أي مشاكل أو عراقيل. يقول: تفاجأت عند وصولي إلى حدود العراق لأنهم منعوا تسجيل السيارة لأنها أقل من الموديل، وعلى الرغم من التوضيح يضيف بأنها ليست لغرض البيع وإنما هي لخدمة الناس والمجتمع، ولكن لم يتفهموا، وكل جهة يقول تقوم بإرسالنا إلى جهة أخرى، وبين مناشدات واتصالات. يضيف الطبيب حيدر يقول: هذه هي الحال لأكثر من سنة، أطلب من المسؤولين أن يتجاوبوا وأن يقدموا المساعدة في الحصول على الموافقة على تسجيل سيارة الإسعاف وتنقلها بشكل طبيعي كمركبة في العراق. يعني بدلا من نقل العلاجات في السكوتات كما شاهدنا قبل قليل في قضاء الشطرة، كان الأجدر أن يتم قبول هذا التبرع من هذا الطبيب العراقي في ألمانيا ويقومون بنقل العلاجات في هذه السيارة. دعونا نتابع صور هذا الطبيب حيدر ومعه سيارة الإسعاف التي اشتراها من ألمانيا وجاء بها حتى وصوله إلى العراق، وانصدم بالواقع والعراقيل وقالوا له: لا يمكن تسجيل هذه السيارة لأنها تحت الموديل، وقال لهم بأنها سيارة لخدمة الناس وليست للبيع والشراء، هي تبرع إلى المجتمع العراقي لمساعدة المرضى في هذه السيارة. نعم، طبعا قبل ما نذهب إلى ملف قبل ذهابنا إلى ملف التعليم دعونا نتابع تفاعل الجمهور العراقي حول الملف الصحي. كاظم الجناب يقول: شكرا جزيلا لك للطبيب حيدر الذي جلب هذه سيارة الإسعاف ولموقفك البطولي والإنساني تجاه وطنك. أما ترتيل فتقول: لو جايبها من إيران كان دخلوها، بس لأن من ألمانيا فتعذرنا. حيدر حسن يقول: هاي لأن بها خدمة للناس، لو مخدرات أو ممنوعات كان بكل سهولة دخلت. صبا أو يقول الدليمي يقول: هذا العمل كله ممنهج ومدروس، كل شيء بالعراق يصير، أكو خلفه أيادي تعمل بخبث وحقارة لطمس الروح التعاونية وتفعيل كل الأفعال المخلة بالأعراف الدينية والإسلامية والمجتمعية، لكن الله المستعان. نعم، معنا اتصال أبو أحمد من بريطانيا. أبو أحمد، الملف الصحي يعني يبدو بأن يعني مع الأسف كل يوم هناك صور ومقاطع تظهر تدهور القطاعات الخدمية، كانت تعليم أو صحة أو خدمات في العراق. لم يقبل تبرع هذا الطبيب العراقي المقيم في ألمانيا لسيارة الإسعاف بحجة بأنها تحت الموديل. نعم، دكتور عمر، هذا مثل أهلا وسهلا دكتور عمر، أنا لضيق الوقت يعني نعم. أكيد أكون شاركات كثيرة. نعم، أريدك في الحديث عن رأيي. نعم، سنة 2014 أنا شاركت بمؤتمر لحقوق الإنسان حول العراق في برلين. نعم، كانت الورقة اللي قدمتها حول تطوير التعليم الأساسي في العراق. حقيقة تعبان عليها كلش، لأن قارنت، لأن سويت مقارنة بين ما شفته ببريطانيا
وما رد سألقها للعراق. نعم. فمن لقيت الورقة أحد الجهات اللي تابع لليونيسيف نعجبه بالورقة قالوا لي إحنا عندنا استعداد ندرب من 100 إلى 150 معلم ومعلمة في ألمانيا. نعم. لمدة 3 شهور بس نفقات السفر عليكم. نعم. قلت لك انا ليش اختصر انا هواي مواضيعكم جدا. نعم. جميله بس الله يبارك فيك. الله يسلمك. رجعت للعراق فرحان. نعم. حصل لي بجي عرض وادرب. نعم. ناسي واهلي بالعراق. تفاجئت رحت المدير العام احد التربيات بدون ذكرها ماكو داعي. نعم. في الفرات الاوسط هيك اقول لك. فرحت فرحان ومقدم العرض ومقدم لها قال لي لا احنا اول مره لازم نروح احنا. قلت له يعني من تروح انت؟ قال احنا المسؤولين. قلت له هذا هي مو مساله مسؤوليه لهاي. قال لي دون شيء تابعين للأمم المتحدة برنامجهم لتطوير التعليم في العالم كله. أتدروح شنو تدروح؟ قال لا أنا شنو أدز البنات والولد. قلت له يا بس أدز البنات والولد أنت بس تذكرة السفر هم هم يدفعوها. قال لي لا والله هذا البرنامج احتمال ولدنا يفزدون وبناتنا يفزدون. الصور هاي العقلية اللي يمتلكوها. وحاول شهادة الأسعاف اللي قدمها دكتور حيدر. لأنه ما لهم بها فائدة بالتأكيد ما يقبلوها. وحول قال الإمام علي عليه السلام ثمانية إذا أهينوا لا ينموا لا أنفسهم من جرب المجرب. يا أخي ذول الأسماء المطروحة كلها مجربة إلى متى يا شعب تتساكت عنه؟ والله جريمة. وأنا ما أطول عليك. ألف شكر لك. شكرا لك أبو أحمد من بريطانيا. أشكرك جدا. كان معنا من بريطانيا أبو أحمد. نذهب إلى ملف التعليم وقلة الطواقم التدريسية والتعليمية والتي تؤثر على جودة التعليم وفهم الطالب، حيث ناشد أحد أولياء أمور الطالبات في مدرسة الشموع الابتدائية للبنات بحي الشهداء في مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار، ناشد وزارة التربية بتوفير الطواقم التدريسية بعد اكتظاظ الصفوف بالطالبات، حتى وصل الأمر إلى دمج 72 طالبة في صف واحد، حيث يتواجد في المدرسة مديرة و 5 معلمات وثلاث محاضرات فقط، وهو عدد قليل بالنسبة لأعداد الطالبات الكبير. دعونا نستمع لمناشدته في هذا المقطع. ميسو والله العظيم ميسو. يعني هذا الله يقبل. هذا كل صف ب 72 طالبة وكل 4 طلاب برحلة. هاي خلي يشوف مدير التربية. لا حول ولا قوة إلا بالله. شلون الطالب شلون يهتم بيك؟ نبقى مع معاناة طلاب المدارس في العراق، ويبدو بأن هذه المدارس لا تشهد قلة في طواقمها التعليمية فحسب، بل يصل الأمر إلى عدم وجود موظفي خدمة كذلك، وهذا ما وضحه مقطع متداول جرى تصويره في قضاء المجر بمحافظة ميسان، عندما تكفلت طالبات مدرسة ابتدائية بنقل الأثاث المدرسي المقاعد الدراسية إلى داخل المدرسة بعد طلب المديرة منهن بإدخالها، كما أكد شهود عيان، وقالوا بأنه استهتار واضح لسلامة الطالبات الصغيرات وعدم مراعاة صغر سنهم. فلنشاهد. إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الصور. وحسن قاسم ياسر البدير يقول هن طالبات معاملات عدها، مو من حقها تطلعهم بالشارع ينزل الرحلات. أبو عفراء الجبوري يقول مشغلتهن عمالة، وهذا دلالة على الثقافة الحديثة عم الشغلة مبينة، الغاية القضاء على التعليم والصحة، ناهيك عن نهاية العراق من كل النواحي. حيدر محمد يقول لعدوان الحرفيين وعمال النظافة، كل مدرسة بيها 50 موظف كما يقول. نجلاء تقول كل المدارس نفس الوضعية. أنا بعيني شفت طالبات متوسطة يدخلون تراب الحديقة القريبة على الإدارة، حتى ما لابسات صداري ملبساتهن تراك سودات، يعني بجايم ويكربن عليهن. نعم. نذهب إلى الهاشتاج. أطلق عراقيون حملة انتقادات بشأن السرقات التي كشفت
أو كشف النقاب عنها مؤخرا والتي تورط فيها مسؤولون سابقون وحاليون وغرد آلاف العراقيين الغاضبين تحت وسم سرقة القرن على إثر قيام أحزاب سياسية وميليشيات مسلحة بالتغطية على السرقات الكبرى التي شهدها العراق طوال العقدين الماضيين والاكتفاء بتسليط الضوء على السرقة الأخيرة وكأنها الوحيدة من بين السرقات حيث أكد عراقيون وناشطون بأن ما كشفه القضاء حول سرقة أموال التأمينات الضريبية والجمركية غيض من فيض وشكك الناشطون بعملية إلقاء القبض على المتهم الرئيس بسرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب المودعة في مصرف الرافدين وهو نور زهير جاسم. وصف الناشطون والمدونون عملية إلقاء القبض بالمسرحية المضحكة كما قالوا التي ما عادت تنطلي على الرأي العام في العراق. دعونا نستعرض سويا عددا من التغريدات التي جاءت على وسم سرقة القرن. أحمد المندلاوي يقول الحكومة خوش تصيد سمك زوري، يقول هذا الصغير شو وقت الله يوفقها وتصيد الحيتان الزرق وحيتان العنبر، يقصد الكبيرة، لو هي بس اختصاص زوري وخشني. أما هيام فتقول هايم يقول سرقة أو هيام تقول سرقة القرن 2 مليار دولار ونصف سرقة 800 مليار، ماذا نسميها؟ سرقة الدهر مثلا؟ تتساءل. نتمنى من الأبطال الذين كشفوا سرقة القرن أن يلاحقوا سرقة الدهر إن كانوا جادين في ملاحقة الفساد. أما جعفر عبد الرزاق فيقول إذا هاي سرقة القرن لعد عملية الإجهاز على ميزانية الدولة الانفجارية والسيطرة على مقدرات البنك المركزي وطرد سنان الشبيبي وتسليم العراق بعد نهب أمواله وتضييعها مفلسا ومقيدا بدين خارجي مهول، شنو يطلقون عليه؟ المالكي أموذجا، يقول جعفر. أما علي إبراهيم فيقول ثلة من السارقين الكبار تلاحق ثلة من السارقين الأصغر، منهم جيش إعلامي مدجج وراء الحرامية الكبار يحاول عن دراية أو عن لا دراية التغطية على النهب الذي دام ل19 سنة ولا يزال سرقة القرن. نذهب إلى التقرير المصور حيث أعلن ثوار تشرين وفاة حكومة الولاية الثالثة كما قالوا للمالكي كما يسمونها وكما يسميها ناشطون ومدونون قبل ولادتها بعد أن كلف محمد الشيع السوداني بتشكيلها بعد رفضهم إعادة تدوير ما وصفوه بالنفايات وما يرافقها من سباق محموم لبيع وشراء البناصب خلال إحياء ذكرى 25 أكتوبر تشرين في ساحة التحرير. ويواجه السوداني الذي يلقب بصنيعة المالكي رفضا شعبيا متصاعدا بسبب تاريخه مع حزب الدعوة وارتباط اسمه بالعديد من ملفات الفساد كما يقول العراقيون. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، دعونا نتابع. رفض شعبي يتجدد لتكليف محمد الشياع السوداني وتشكيله لحكومة محاصصة جديدة بعد ترشيحه للمرة الثانية من قبل زعيم حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون نور المالكي الذي كان ينتمي له السوداني قبل مسرحية استقالته من الحزب. السوداني الذي عاد ليكون مرشح الإطار التنسيقي الأوحد كان قد فشل في فرض ترشيحه إبان ثورة تشرين عام 2019 بعد أن تجاهلت الأحزاب وميليشياتها للأصوات المطالبة بالتغيير الجذري وعادت لسباقها المحموم على بيع وشراء المناصب في خطوة عدها مراقبون ولاية ثالثة للمالكي. للسوداني باع طويل من الفشل الحكومي منذ تسلمه منصب محافظ ميسان فضلا عن تورطه بملفات فساد وصلت ذروتها في العام 2014 حين توليه منصب وزارة المالية وكالة، حينما اختفت وقتها 150 مليار دينار عراقي من أموال الميزانية العامة بعد أن لعب دورا محوريا في التغطية على جرائم المالكي خلال توليه منصب وزير حقوق الإنسان، ما ساهم بتعزيز ثقة المالكي فيه والدفع به لرئاسة الوزراء بعد عام من الانسداد السياسي. حكومة العودة إلى الوراء والمربع الأول
التي أدخلت البلاد بواحدة من أسوأ مراحل عراق ما بعد 2003، بعد أن شهدت اختفاء نحو 550 مليار دولار من الخزينة العراقية، حقبة سوداوية مليئة بشحن طائفي قادها المالكي بنفسه، وعبر عنها علانية فيما بعد بتسريباته الصوتية، فضلا عن عمليات القمع الوحشي لتظاهرات المدن المنتفضة قبل أن يحيلها إلى مدن منكوبة بذريعة الحرب على داعش. حكومة يعاد إنتاجها عبر تدوير ذات الوجوه الفاسدة بعد إقصاء الصدر وتياره عن المشهد بقوة السلاح، ضمن دوامة الاقتتال التي شهدتها العملية السياسية قبل الولادة العسيرة لحكومة الاحتلال التاسعة التي يتوقع أن ينتهي مصير رموزها بالسحل على يد الشعب، كما عبر عن ذلك المكلف الأسبق بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله، في أمان الله.